معانا وصفة سوتيه سريعة جدا النهاردة وطعمها يجنن. يلا بينا نشوف الوصفة. نشوف اسرع سوتيه معانا النهاردة. عندي هعمله لكم بمكونين اتنين بس انا اخترتهم لكم. هنشوف ايه هما. اول حاجة هحط زيت زيتون في الطاسة بتاعتي يسخن همسة. وبعدين اول مكون معايا هو الفاصوليا. الفاصوليا يا جماعة انا النهاردة مستخدمة فاصوليا فروزن عشان تبقى سريعة. احنا بنقول الناس المستعجلة اللي هي راجعة من الشغل ما عندهاش وقت تطبخ، فطبعا هتكسل تجيب فاصوليا وتنظف وتغسل وتقطع والكلام ده. فدي بجد سريعة جدا الفاصوليا دي. وعلى فكرة اقول لكم على سر، انا من الناس اللي ما بحبش اصلا طعم الفاصوليا في اللي هي المطبوخة اللي بالطماطم دي. صدقوني طعمها totally different في لما بتتعمل سوتيه. طعمها بجد لذيذ جدا ومختلف خالص عن الفاصوليا اللي انتم متعودين عليها. واهو عدى دقيقتين الفاصوليا بدات لونها يغير سنه كده بسيط. خلاص انا كده وصلت النتيجه اللي انا عايزاها. مش هحط لها اكتر من ربع كوبايه ميه يا دوب تشربهم. وهنزل بالمشروم. انا مستعمله مشروم فريش لانه طبعا بيبقى طعمه احلى كتير من المشروم العلب. وعندي طريقه لتنظيف المشروم هنزل لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعها من على قناتي في الديسكريبشن اللي هو السهم الصغير اللي تحت الفيديو. وهحط اربع اضافات بس على سوتيه الفاصوليا والمشروم السريع بتاعي، وهما ملح وفلفل وزعتر وبابريكا. وانا مستعمله ملح الهيمالايا. وعندكم كميه زيت الزيتون اللي حطيناها في الاول، عندكم اختياراتها بتكون بناء على انت متابع نظام لو كارب هتستعمل زيت زيتون قليل. لو مستعملين نظام زي الكيتو هناخد كميه كبيره من زيت الزيتون. وبالهنا والشفا. شفتوا السوتيه قد ايه سريع؟ هو تقلبتين هتلاقي المشروم خلاص هو كمان استوى معايا. ونجيب الشوكه وندي على طول. اكل سريع جدا متشبع جدا لان فيها العنصرين معايا فيتامينز ومعايا بروتينز في نفس الوصفه. فبجد لازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. كانت معاكم مي فؤاد.